فلما ابتدى الاعتداء في 2000 في اكتوبر 7 اكتوبر، حاولنا نمشيو بسرعة لان عرفت باللي شيء ما سوف يحدث وسوف يكون كبير، لا سيما بتحرك الاسطول الامريكي. لا تتحرك امريكا الى الحرب امريكية، فان هذه الحرب كان حرب امريكية ضد غزة، غزة بسيطة يعني 40 كيلومتر على 8 كيلومتر او 12، جبنيو النسامة، مقاومة بسيطة، وهذا الحشد العالمي عليها، فالامر جلل. فحاولنا من الاول نمشيو، لكن كان ما كانت حتى شي وسيله، لان الاول ان يعني القوه المحتله اسرائيل قررت ان ما تدخل حتى شي حاجه للقطاع. بداو يدخلوا مساعدات في الاول بعد الضغط، واول وفد طبي يدخل في اواخر دجنبر. فالجمعيه التي اشتغل معها هي تجمع اطباء فلسطين اوروبا الموجوده في فرنسا وفي عده دول اوروبيه. لقينا الاشتباك مع جمعية رحمة حول العالم، هي جمعية أطباء يعني مسلمين في أمريكا، فهما اللي نسقنا معهم باش دخل الفوج الأول. هما يدخلوا في 25 ديسمبر، حنا دخلنا في 20 يناير مع 7 أطباء فرنسيين، وهما يا 13 مختلفة من الأردن ومن أمريكا وإنجلترا، فهما اللي نسقوا لنا الدخول. ولولا هذا لم الدخول صعب كتير. يعني لما دخلنا حنا كان الذهاب الى الشمال ممنوع، لان تواجد الجيش ويمنع اي تحرك للشمال. فكان الوفد غادي ينقسم لاثنين، النصف للاوروب مشفى الاوروبي اللي هو جنوب شرق خان يونس، ومشفى ناصر الذي موجود في خان يونس. خان يونس كتعرفوا هي المدينه الثانيه في الجنوب. فمشفى ناصر فاش دخلنا كان محاصر وكان لا يمكن الدخول له. ففريق منا مشى بخطر مشى للمشفى الشهداء الاقصى بالمنطقه الوسطى، وما تبقى بقينا في المشفى الاوروبي الذي تحول الى قريه. تقريبا 20,000 نازح في ذاك المستشفى كيسكنوا في داخل المستشفى وخارج المستشفى، لان الناس تظن دائما ان المستشفى هو امان ولن يقصف. مع الاسف في هذه الحرب استبيحت كل المشافي، شفتوا شنو طرا في مستشفى الشفاء وكمال عدوان والاندونيسي، واش كيطرا حاليا في مستشفى ناصر من محاصره وتجويع ونقص وقنص لكثير من الناس الذين يحاولون الذهاب او الخروج من المستشفى. فاحنا كنا تما اللي كتشوفوا في الحرب هو ان هو دوي ديال القذائف وديال الصواريخ في كل تقريبا، وكيكون مشتد في الليل وفي الصباح مع الفجر تقريبا تيكون واحد الوابل. المستشفى الاوروبي وقريب من الشرق، ولكن حتى دابا القوات الاسرائيليه مجنباه، ولكن ممكن تاخذه في الساعه لانه اللي داير بيكون رخو ماشي